اوكي، فاول شي راح افتح تاج تبع البتون، وشوفوا انا هون شو انا ما... لو تلاحظوا انا ما كملت كتابي كل اشي، انا بس بلشت كتبت حرف بي، هو لحاله اجى حكى لي عمل لي مثل سوجيشن، يعني انت ايش بدك، بدك بتون ولا ايمج بتون ولا راديو بتون؟ حكيت له انا بدي بتون، فكبست له اول وحده لحاله راح جاب لي ايش الورد تبعها وايش الهاي تبعها، وهو كمان هون انتبهوا حط لي الكيرسر بالنص، يلا اختاري بدك اياها ماتش بيرنت ولا بدك اياها راب كونتنت ولا ايش بدك اياها بالضبط. انا راح اختار انه بدي اياها راب كونتنت بالنسبه للتنتين، للويدث وللهايت. هلا هون معطيني تحت البتون احمر، وحتى هون ليش؟ لانه انا فتحت تاج بس لسه ما سكرت التاج، تسكير التاج البتون احنا بنحكي XML، XML بتشبه فكره ال HTML كتير. تمام، هلا شو كمان بدي اضيف هون لهاي البتون؟ بدي اضيف لها اندرويد. مهندسة نعم، نسيت اشي، انه امتى بحط اندرويد وامتى بحط اب؟ هلا بحكي لك لما، بس خليني اكمل هدول. تمام. اوكي، هلا اندرويد بدي احط لهاي البتون اي دي، فبكتب انه بدي اي دي، وبعطيه هلا بعطيه الاي دي تبع هاي البتون، ما تنسوا انه الاي دي للبتون بنحطه بين دبل كوتيشن، فباجي احكي هو مثلا at plus اي دي سلاش button 1، او خلينا نسميها باسمها اللي هي click me button. اوكي، بس انا هون غلطت انه هون equal. تمام، هلا كمان شو بدي اجي احط لهاي البتون؟ بدي احكي لها انه بدي لإلك يكون تكست، فبعمل هون اندرويد نقطتين، بدي اختار تكست و equal، باجي بعطيها هلا التكست تبعها، بدي يكون فيها حكينا كليك مي مثل ما السلايد هو بيحكي، وكمان كان في معه علامة تعجب. هلا اذا بدي اشوف هذا الايرور، اوكي هذا الايرور لانه انا لسه ما حطيت لها الكونسترينت اللي هو باتوم تو باتوم ولا ليفت تو ليفت وهذا الحكي، فهو بحكي لي انت هون اذا بنيجي هون على الديزاين مثلا طلعوا وين طالعه، فهو عمال بينبهني على هذا الاشي. هلا بدي ارجع اكمل، فبدي هلا ابلش انه اب. طيب هلا جواب لإلك سالي، احنا ليش هون كنت عمالي بستعمل اندرويد اندرويد لما بدك انا ما عم بسجل دقيقة. سالي، الو، معلش كنت احكي والصوت ميوت ميوت، فعشان اعيد لك هلا، امتى رح استعمل اندرويد امتى رح استعمل اب؟ اذا كنت عمالي بحكي عن سبيسيفيكيشن او بدي اعطي خصائص لللاي اوت نفسها، يعني للبتون ريليتد لللاي اوت، راح استعمل اندرويد، بس لما ابلش احكي عن البتون او عن سواء بتون او تكست فيو اللي هي يعني اتريبيوت خاصه للبتون او للتكست فيوز او للايمج بتون او للراديو بتونز، يعني للشغلات اللي بدك تحطيها على اللاي اوت، هي يعني من يعني بدك تحكي عن الاتريبيوتس تبعاتها، هي بنصير نستعمل اب. اوكي اوكي، فهون هلا انا بدي ابلش احكي له وين ما كان هاي البتون بدها تكون، مشان هيك رح استعمل اب. فبدي اختار اول شي لاي اوت يكون كونسترينت، فاذا بتدوروا عليها هون بتوم تو بتوم، هاي هذا الخيار بدي اياه يكون مثله مثل البيرنت. اوكي، طيب هدول كمان. اوكي، هلا كمان بدي اضيف لها بدي هلا ادور على لاي اوت الليفت تو ليفت، بدي اياه برضو يكون parent. هلا اب بدي اعطيه الكونسترينت اللي هو من الرايت تو رايت،
برضو بيرنت، وآخر شي بدي أحكي له من التوب تو توب. هاي هاي برضو بيرنت. إذا بتلاحظوا هون أول ما أنا آجي أختار، أوكي راحت، يمكن لازم بدي أفرجيكم بس شغلة. إذا أرجع هاي مرة تانية أعيدها، أب شوفوا هون على طول ايش بحكي لك، انتبهوا على هدول. بقول لك حط الاي دي، يعني اعطي مثلا اذا انت بدك اياه يكون هو الكونسترينت تبع الرايت تو رايت، اوكي هاي ليفت تو ليفت، بدك يكون مثلا بالنسبه لإليمنت تاني موجود على لاي اوت، يعني بدك الباتون تكون هي جاي على يمين إليمنت باتون تاني موجوده باللاي اوت. ممكن تحط الاي دي تبع هديك هداك الإليمنت، او ممكن تعطيه اندرويد وتعطيه خيار تاني من هون اللي فوق، او مثلا بالنسبه للبتن هو نفسه او للبيرنت. فاحنا بدنا نختار بيرنت، لان انت اليوم مش مجبور تضلك تختار بيرنت، انت اختار اللي بدك اياه. وهي هاي الاخيره ما كانت ليفت، هي كانت توب، فخليني اضبطها هون وهون. تمام، هلا شو ضل بالنسبه لي انا اضيف كمان على هذا البتن؟ إذا بنيجي نطلع على الديزاين تبعه، أنا هلا بدي أصير أقارن هو نزل معي تحت، أوكي ليش نزل تحت؟ طالما نزل تحت ما إجا بالنص، معناته أنا عملت إشي خطأ. عشان أعرف شو هو الإشي الخطأ بدي أرجع أقرأ هدول اللي كتبتهم هون. أول وحدة لازم تكون bottom to bottom off صح، بعدين left to left صح، بعدين right to right صح، then constraint top to top. اوكي هلا بحكي لكم ليش، بس خلوني اكمل. هلا اذا حكيت بدي اجي اشوف هي على الديزاين تبعها ايش صار فيها، طلع معي بهذا الشكل، وانا لازم اوصل للشكل اللي هو انتم شايفينه هون، معناته لسه في عندي element ناقصه انا لازم اكملها. فهلأ بدي أجي أشتغل على المارجن تبع هاي، على المارجن والبادنج تبعون هاي البتون علشان أبدأ أضبط فيهم. فالمارجن والبتون هم المارجن والبادنج هم من خصائص اللاي أوت نفسها، عشان هيك راح أستعمل التاي من أندرويد وأجي أحكي له بدي اللاي أوت مارجن، بدي إياها تكون 40 dB. هلا كمان اشي اضافي بدي اشتغله، انه بدي اجي اغير التكست سايز اللي هو الكليك مي اللي مكتوب هون، مكتوب هو بخط اكبر من هيك، فانا بدي اغير السايز تاع التكست، وكمان بدي اغير الفونت نوع الخط، وكمان بدي اغير اللون تبع الباك جراوند. فايش هون باجي بعمل؟ ببلش بحكي اندرويد، خليني اكتب كل الاندرويد ورا بعض، فاجي هون اجي احكي له تكست ستايل، تكست ستايل بدي يكون بولد، بعدين اندرويد التكست سايز بدي يكون 35 dB، وكمان بدي الاندرويد باك جراوند. هلا راح احط لكم هون رقم انا مختار، يعني هو نفس اللون اللي في السلايدز، وراح افرجيكم من وين جبت هذا الرقم. EEEF00. هلا بس خلوني اكمل باقي الاتريبيوتس اللي بدي احطها، وبعدين بفرجيكم هذا الرقم من وين جبته. بضل علي كمان اضيف، اوكي انه انا غيرت على الفونت
فاميلي علشان أختار اسم نوع الخط اللي أنا غيرته. هلا هو هون بقترح علي أنواع خطوط موجودة already بالأندرويد ستوديو، أنت حبيت تجيب خط تاني بيصير بتنزله بتحطه بالفولدر تبع الريسورسز، وهو هون بيصير يشوفه على طول هذا الخط. فأنا بدي أختار أول نوع. أوكي، هلا كما انتبهوا هون، اول لما انا حكيت له الباك جراوند حط لي لها هذا الكلر، اعطاني الكلر تبعها هون. هذا الاشي رح يصير سواء انت كنت عمالك بتحكي عن لون للخلفيه مثلا، لخلفيه الباك جراوند تاعت البتون، او لا اذا كنت عمالك بتلون اريا معينه، او عمالك بتغير لون التكست نفسه، دائما رح يجي يعطيك الكلر اللي انت اخترته. هلا كيف انت تجيب هاي القيمه اللي هون؟ بتقدر تيجي، انا طلعت هذا الويب سايت على السريع، هذا الويب سايت تختار من هون انت ايش هو اللون اللي بدك اياه في الاول، مثلا اخضر، اصفر، برتقالي، احمر، ازرق. ولما تصير تغير الكيرسر من هون بصير يعطيك درجة الكلر، وهي الرقم تاعه بالهكساديسمال. شباب هذا الويب سايت مش يعني اشي، هلا راح اشيره معكم على الشات، بس هو انت اكتب هون مثلا بجوجل، بس اكتب color ان هكساديسيمال، هو راح يعطيك لينكس كتيرة. اي افتح ايش ما بدك، كتير في ويب سايتس بتعطيك نفس الفيتشر هاي. انتو شايفين اللي جوجل اللي انا فتحته؟ لا طب دقيقة بس شايفين الاندرويد. لا هلا طب اشيرها معكم السكرين. اوكي هيك. شفتوا؟ ما عندي. لا طيب لسه. بيان تمام. انا كنت بفرجيكم بالاول، انا هذا الويب سايت اللي استعملته عشان اجيب لكم الكالرز او الهكساديسيمال يعني الرقم القيمه تحت الكالر. من هون بتختار انت شو اللون اللي بدك اياه، بعدين شو بتصير تغير من هون، بيعطيك هون درجة اللون وبعطيك هون القيمة تاعت هذا اللون. فأنت بس تعملها كوبي وبتروح فيها على الـ XML فايل بتحطه. هلأ حكت لكم كمان إنه هذا الويب سايت اللي مش هو... صوتك كتير بيعلق. أوكي طب هيك سالي. سالي هيك أحسن؟ أحسن. أوكي تمام. هلأ أنا كنت أحكي لكم مش شرط تستعملوا هذا الويب سايت اللي أنا استعملته، مجرد ما أنك على جوجل إجيت كتبت له بدي الكولر إن هكساديسيمال، يعني تعرف شو هو الفاليو تاع اللون بالهكساديسيمال، لأنه هذا الرقم اللي هون هو الفاليو تاع الكولر بس مش بالار جي بي، بالهكساديسيمال. فهو رح يفتح معاك ويب سايتس كتيرة وكلياتهم بعطوك نفس الريزلت اللي أنت بدك إياها. أوكي أنا راح أشير هذا اللينك معكم، بس أنتوا حرين تستعملوه أو ما تستعملوه زي ما بدكم. وهلأ كمان في شغلة تانية أنت ممكن تعملها، وانس إنه أنت أول مرة حطيت هون رقم هكساديسيمال، هو يعني بيعبر عن كولر، هذا اللون اللي المربع الأصفر. خليني أرجع لكم على الأندرويد ستوديو دقيقة. أوكي شفتوا الأندرويد ستوديو عندكم هلأ؟ تمام. هلا وانس انه انتم لاول مره اجيتوا اخترتوا هون يعني فاليو لكلر، بغض النظر لوين حطيتوها، لباك جراوند حكينا، لتكست تكست كلر ولا لايش، وتطلع لكم هذا اللون اللي هو هون المربع. اذا بتكبسوا على المربع هي هون برضو رح يعطيكم نفس الريزلت. هي اعطاك هذا، بدك تغيره، هي ازرق، هي احمر، طلعوا هون هاي القيمه عمالها بتتغير بناء على الكلر اللي انا عم اختاره. تمام واضح هيك؟ تمام. طيب هلا الاشي تعال نشوف الديزاين كيف صار. انا شكلي غيرت الكلر صار هون. هلا الاشي اللي بدي اياكم تعرفوه انه بالسلايد كان البتون هاي مكانها هون فوق. السبب مش لانه انا كتبت اشي ناقص، السبب انه هلا لما اعمل كود التكست فيو بالتكست فيو رح ابرمجها انه هي تكون الها دخل في مكان الكليك مي هذه البتون. اوكي فمكانها رح يزبط. فهلا هون اذا برجع على التكست، خليني ارجع الفاليو الصفرة اللي كانت هي موجودة. اوكي كانت هيك.
فإذا بتيجوا على الديزاين هيصار نفس الشيء بالضبط. تمام. طيب مهندسة، نعم صح، بقدر برضو بنفس الوقت أتحكم بالمارجن السفلية البوتوم أكيد بتقدر تطلعي هون بس تيجي تحكي له هاي بوتوم وأثنك إنه يمكن تضبط. صارت هي لتحت، ليش صارت لتحت؟ مارجن لأنه ما في أندرسكور هون، لأنه أنا خربت الأتريبيوت هيك. إذا إجيت وهون كمان يو او مش يو، عشان هيك احسن الواحد يكون لما انت تكون تشتغل مش تقعد تكتب في ايدك، تعتمد على السجستشن اللي هو بيعطيك اياها وتصير تختار الاشي اللي بدك اياه. تمام. فهي هلا هو هيرتفع مكانه شوي. هلا الاشي قبل ما اكمل التكست فيو بدي منكم كلكم تعملوا هذا الكود عندكم، تبعتوا لي سكرين شوت انه صار عندكم بالضبط نفس الفيو اللي عندي اياها هون. ما رح أطلب منك تتذكر هذا الحكي كله، وأنا كمان يعني مش حافظة هدول الأتريبيوتس لكل بوتون، بس أنا بعرف إنه لكل إليمنت رح أحطه في على اللاي أوت في له ويدث، في له هايت، ممكن أتحكم بالمارجن تبعه، ممكن أتحكم بالمارجن تبعه من كل من الأربع جهات مرة واحدة. إذا كنت زي قبل شوي عاملة هاي بس مارجن، ممكن أجي أتحكم لا بالمارجن بوتون، ممكن أتحكم بالمارجن توب، بالمارجن ليفت، بالمارجن رايت. بقدر اغير التكست ستايل، التكست سايز، الفونت. بقدر يعني انا ما بحفظ بس بكون عارفه انه هاي الفيتشر افيلبل، فلما بدي الشغله ممكن ارجع لجوجل ادور عليها او اجيبها من اي مكان، او اقعد اكتب زي قبل شوي احكي اب واشوف الاب ايش بتعطيني خيارات ممكن تفيدني، او اكتب اندرويد واشوف الاندرويد شو ممكن تعطيني خيارات تفيدني. فهلا بدي على السريع انكم كلكم يعني تشتغلوا هذا تبرمجوا هاي البتون وتفرجوني الكود تبعكم. ما بدي اشوف الكود، بدي اشوف انه صار عندكم سكرين زي ما صارت عندي سكرين. رح اعمل بيست عشان على السريع، مش رح اضيع وقت في الكتابة لانه المحاضرة مو ضايلها وقت كتير. هاي هون فتحت التاج تبع التكست فيو وحكيت له بدي احط له بجوا هذا التكست فيو يكون عندي هذا التكست اللي هو Hello World from Kotlin. بعدين قلت له الويدث والهايت لهذا التكست فيو خليه يكون راب كونتنت، أعطيته ID سميته text view 1 هيك. بعدين حكيت له text size خليه يكون 25 dB، والtext color أعطيته هذا اللون البيربل، وزي ما حكيت لكم تقدروا هلأ تغيروا من هون أو تستعملوا link. بعدين حكيت له بدي يكون عنده constraint بس على left والright والtop، ما حطيت له أي constraint على الbottom، وقلت له أنه بالنسبة للليفت بدي يكون مثل البيرنت، وبالنسبة للرايت مثل البيرنت، وبالنسبة للتوب حكيت له مين يكون التوب، يكون هو البتون اللي هي فعليا هون احنا سميناها اوكي اللي هون سميناها قبل شوي كليك مي اي ثينك هيك. هذا الاي دي نفسه اللي بده يكون هون بده يكون هون. ليش عم بعمل هيك؟ علشان هذا التكست فيو اللي يكون تحته مين هو البتون. تمام. يعني انا هون شو بحكي له؟ هاي الكليك مي بتون او الاي دي اللي هو كليك مي بتون، التوب تبعه هو التكست فيو هذا، واضح؟ واخر شي حكيت له خلي المارجن لك يكون 72. اذا عشان تشوفوا المارجن ايش بعمل بالضبط مش راح كتير هلأ هون يبين، يمكن يبين تحت بس anyway. هلأ هذا الكود اللي هون أنا كتبته وراح يعطيني هذا الديزاين. هلأ بدي منكم على السريع تكتبوا هذا الإشي مثلي وتفرجوني إنه اشتغل عندكم. وبدي أحكي لكم شغلة مهمة، إنه إحنا في كتير مرات ما رح نكون عارفين إيش هي قديش الفاليو اللي بدنا إياها. يعني أنا ما بعرف إنه التكست سايز لما أختاره 25 هل هو منيح ولا لا. تعال جرب 25. انتوا عندكم خيار حلو انكم تقدروا تشوفوا التكست والديزاين بنفس اللحظة، فتعال خليها مثلا 50 وشوف في الديزاين ايش بيصير فيه لما تصير 50. تعال ارجع ال 50 ما عجبتك بدك تغيرها ترجعها 25، بدك هون الكلر هذا ما حبيته كتير بدك تغيره، بدك تشوف هلا وخليت التوب تبعه لو شلت هاي مثلا كلها هون ايش بيصير عندك، طلع لفوق.
بس شو اللي خلاه هلا فعليا ينزل لتحت؟ انه انا حكيت له انت يا تكست فيو مكانك بده يكون فوق الكليك مي، فوق البتون اللي اسمها كليك مي. فانت يعني سير تعال جرب، احسن شيء انه انت ما في اشي هون شباب اسمه انك انت تحفظ بالمره، ما في حفظ، في انك انت تجرب. بس المهم انك تكون عارف انه عندك اتريبيوت مثلا للبادنج، اتريبيوت للمارجن، عندك اتريبيوت تتحكم بمكان الاليمنت على اللاي اوت، عندك تعرف ان جنرال شو في عندك، وبعدين بتيجي بتصير تجرب. اوكي تمام. نعم. اذا بعد ما خلصنا الكود الشكل النهائي راح يكون لللاي اوت تبعتنا هو مثل هيك. هلا بتقدروا تعملوا رن لهذا الابلكيشن او لهاي اللاي اوت على التليفون او باستعمال الفيرتشوال ديفايس.